مع قرب شهر رمضان قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثرة الصلاة والصيام والعبادة. بريك ما حكت يعني ارتاسنا دردوخ لا كثرة في كثرة الصلاة والصيام والعبادة خير وقت ديش انده نيش وار شروطه نغض نمسق ليساي نغض هو رشت تيساي نغض عبادة قيام الليل شروطه قره كامل دخصا يوخ نشر شروط دي إذا لم تدفعك إلى إنصاف الآخرين مهما كان موقفهم منك هجز مقابلي قنشاري انصف لمسي منصف المصيب لا سنجا مهما كان الموقف موقف نايسه منصف المصيب لا سنجا بو الى ادغي اشلر لا خير فيها هل يوخ عادي نماز ورج في كثرتي هديه كثره الصلاه والصيام والعباده بو برشرطه حتى دي بها عدويسه هجز عدويسة أزن انصف له أنصف عدوك الله سبحانه وتعالى دي فرصة بيد وأنصف إبليس وأعطاه فرصة لعرض رأيه ومهلة لتنفيذ وعده بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم الله تبارك وتعالى قرآن دانا دي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني استيسي قيس لما غرغ سانين مازي دجان ده شروطنا عنده صيوخ أو دي أخبو معنى دون سيريخ قرغ بلسي نمازي إشليوخ صيوخ شغالوخ صيوخ صلاة نينية تنهى عن الفحشاء والمنكر فهجز من ده فحشاء منكر وارسة معنى أس نماز النشيدة مجرد حركات شغال داب يعني ليش أنه بربرنا مرتبط كم لي سلام الله عليه دي إذا لم تبني لك حاجزا عن محارم الله وحرمات الآخرين وأعراضهم إذا لم تشعر بالإشمئزاز من الكذب نفس تقبل لمزوز يعني يجبر شيئا بعد يقارشر شاكر لسا التجنبي رسجنان بشكل من الكذب فضلا عن الافتراء والبهتان بركي افتراء بهتان خلق تدرسون إذا لم تمنعك عن الغيبة والنميمة والجدال والمراء غير المثمر حساباتي راجع له بو إشلر بو شروط لرا نقطة نقطة قير وارسة سند من النار سن قير تنشت صلح لرسي وزنه لأنه سيد يند لا خير في كثرتها يعني مرنا مصدبر هو رشتبر عبادة الطبر خير والماضي كما نذق قال لشنده إذا لم تشعرك بالندم والأسف وتعتذر إن لزم الأمر إذا وجدت أنك أخطأت إذا لم تفيض جوانحك بالقناعة والاكتفاء بما كتب الله لك إذا لم تشارك الآخرين فرحك وسعادتك وتتمنى لهم السعادة إذا لم تواسي من قدر عليه رزقه بما وسع الله عليك من فضله إذا لم تتقن عملك وتؤدي واجبك بأحسن صورة إذا لم تملأ قلبك يقين وطمأنينة إذا لم تقربك إلى الله وتفتح لك أبواب الملكوت إذا لم تجعلك على الأقل تحاول أن تتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى